كده حضرتك هنتكلم عن المصنع هو بداية. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بمعالي الوزير في محافظة أهلية، وهو دائما مرحب بيه ومش رحب بيه، برحب بيه يعني في مكان خاص بوزارة الري، وهو مصنع مواسير الصرف المغطى بي في سي. الحقيقة يعني شيء مميز وسعدت بيه جدا اما اشوف مصنع زي ده كان بيشتغل بنص طاقته، العاملين اللي فيه ساعوا جاهدين انهم ياخدوا قطع الغيار اللازمه لتشغيل الخط من مكن معطل اصلا، وبدل ما يباع كمكن مكهن خدوا منه قطع الغيار اللازمه وشغلوا الخط. وانت شايف الخط بيطلع المواسير وهي بتغلف وهي بتعد وهي بتخزن، شيء جميل اسعدني زي ما بتشوف انتاج زراعي طالع. الخير حلو، الخير حلو. ومصنع زي ده لما العاملين هم اللي بجهدهم بدل ما يتراخوا لك او خط شغال بيخفف علينا الجهد، لا ساعوا جاهدين انهم يشغلوا الخط الثاني اللي هو هيمثل عبء عليهم في تشغيل اكتر، فبالتالي ده جهد مميز لهم. عشان كده يمكن معالي الوزير كان حريص انه يتصور مع العمال القائمين على العمل، لان هم في النهايه اللي بينتجوا لنا هذه المواسير اللي بتغطي احتياجاتنا من الصرف المغطى، اللي هي المصنع ده لو كسبنا الخط ده عايزين نشتريه كان هيكلفنا 15 مليون جنيه، وده مبلغ لما نحطه جنب مبلغ اخر هنلاقي مبطال بيه بمبالغ كبيره، لا احنا سدينا احتياجاتنا ذاتيا. ويا ريت يا ريت ان كل شيء عندنا يعظم الاستفاده من الامكانيات المتاحه ويرفع كفاءه البنيه التحتيه اللي موجوده عنده بحيث يدينا انتاج مميز. وده شايفها بادره كويسه جدا من العمال القائمين على المصنع، واتمنى تصدير هذه الصوره ليحظى حظوظ ناس كتير موجوده عنده.